الحين خلينا نروق شوي بخصوص الالحان. في كثير اصوات بحبوا بيحلموا يغنوا الحينك، عندك شيء صوت بتحلم انه يغني لك الحينك؟ في اصوات حلوه بلبنان، في شيء صوت كثير حلو بس في انا مش عندي مشكله او شيء، انا الحاني فيها شغل. هلا بصير لك من عم بركه طقه قديمه، دقه قديمه، طقه قديمه، ما بعرف شو. فيش مرة عملت لحن أنا إلا ما عامل نجاح رهيب والناس بيقعد سنين. عمرين عمره 26 سنة الله يرحم ترابك يا فيلم وهبي، قال لي إذا بحفلة ما بتغنيها هذه الغنية بدي أقتلك العالم. والله إني مرة ظهرت من بين العالم، هذا كمي فرط سحبوا لي طلع تمي من جكت سباشي منك يعني على بابي واقف قمرين، واحد بالسماء والتاني أغلى من العين بيفهم بالوراء، على بابي على بابي واقف قمرين. 26 سنة أصغر شوي. وقال لي فيليمون هيدي الأغنية بدها تصير فولكلور فعلا. بس المشكلة وين؟ قال لي هاي الغنية الوحيدة الفولكلور معروف مين عملها، لأنه كل أغنية الفولكلور ما حدا بيعرف مين. لأنه حلاق مثلا بيعمل غنية بصير فولكلور. هول اللي بيطلعوا هيك بين الناس البريئين الطيبين بيقعدوا بالسهرة بيطلع معهم غنية بتصير فولكلور. ها قد إيه مأثر فيك أستاذ فيليمون وهبي؟ عشت أنا وياه 18 سنة ليل نهار. يعني كنت أقعد أنا أكثر ما كان يقعد مع عائلته وأنا أقعد مع عائلتي. فيليمون زهرة غريبة جد، من الشخصيات اللي ما بيتكرروا. شو أهم شيء يعطيك؟ استفدت من فيليمون، قال لي مرة كلمة، قال لي يا ملحم بس بلش بدي لحن، قال لي بس بدك تلحن للناس مش تعمل أغنية لتسمعهم، تعمل أغنية تغنوها هني. وهيدي أهم شغلة تعلمت منه، هذا السر المهنة؟ ايه هذي كان فيليمون كان لما يعمل غنية يجيب الأولاد بالحي، عيط للأولاد يصير تلفن بعطي ابنك بعطي بنتك بعطي صغار يقعد يصير يغني قدامه، بس يسكت بلش الأولاد يغنوها يقول لهم يلا فيلو يلا روح على حبك يلا يلا لمرته إلا الغنية بقى تضرب من الأولاد الولد اللي من بيحفظ غنية هون النجاح، اما الكبير يمكن بيسيرك بس الولد ما بيسير. انت طبقت النظريه؟ ايه ومشيت عليها؟ على سيره الاولاد، كنت بالضيعه وقت كنت صغير لابوك بمطرب الضيعه، وبعدين اجى جورج ابراهيم الخوري وعطاك لقب الموسيقار. كل الشعب هلا ما بيعرفك الموسيقار ملحن بركات، بس بينك وبين حالك اي لقب بتحسه هيك اقرب لشخصيتك بتحبه اكثر؟ كلمه انا بدي لك شغله، الالقاب ما بحبها كثير، كانت تضر وضرت عبد الوهاب بالذات، اكثر شيء ضرته لما سموه مطرب الملوك والامراء. ما عاد استرجع يعمل شيء خفيف للناس، فدير الاطرش استغل هذه، كان يعمل اغاني شعبيه كثير، لانه اكثر السميع يلي بيحبوا الفن بيحبوا الاغنيه الشعبيه يلي طالعه من منه طالعه من ذاته يعني. عبد الوهاب ما عاد تحرك، وقف جمدته هذا اللقب مطرب الملوك والامراء والملوك والامراء، جمدته اجى عمل انت ولا انت جداري انت مع نعيم ونار شو صاروا ينتقدوه، بس ايه شو عم تعمل انت فوق انت ما بعرف شو انت الملك، جمد ضره، انا برايي ضره، لانه عبد الوهاب لو ما يعطوا هذه الالقاب كان عامل كثير اشياء شعبيه وكثير اشياء كبيره كثير. وبالنسبه لك لقب الموسيقار عم تقول يعني موسيقار ماشي، كلمه موسيقار بدي لك شغله خليني افسرها، لانه أنا على كل حال بشكر والله يرحم ترابه جورج ابراهيم خوري، من زمان كان يقول له شو الكار يا خال؟ يقول له مورق نجار، كلمة موسيقار يعني كارو موسيقى ما فيهاش هي وسام أو شو اسمه حلوة بس إيه هي أيام الأتراك، فنحن كبرناها لأنه من الأتراك هي الكلمة، لأنه تركية الكلمة موسيقار، كيف يعني مثلا كان يطلع واحد بيتين يقول له شو، ما يقول له مثلا شو بتشتغل، لك كلمه سائله شو بتشتغل سائله، شو الكار يا خال هوندا تويوتا